طب اللاعب، عقود اللاعب بشكل سطحي كده، حتى هنا في مصر موضوع الاحتراف انك تدي له هاخد كام في السنه وهمشي امتى، يعني كلام ممكن يتكتب في ورقه واحده. صفت انا عقدي كان نص ورق. 14 ورقه، اه بالظبط. يعني عقدي كان مكتوب 14 ورقه مليانه، ده العقد فيه بنود كتيره جدا على مستوى الشخص، انك انت مسؤول عن نفسك، لو ركبت موتوسيكل وقعت احنا مالناش دعوه بيك، انت تروح تتعالج. الانشورنس بتاعك الانشورنس بتتكلم على نفس القصه، لو زحلقت على التلج وقعت احنا مالناش دعوه بيك، بتتكلم ان انت لو في يوم من الايام خلال فترتك في التعاقد لو موجود في مكان يشير الشبهات او هيبقى عندك عقوبه. يعني بقول لك 14 صفحه. هل عقود اللاعبين هنا الموجوده بالرغم احنا الارقام الكبيره العقد ديت؟ بتاع صلاح حوالي 26 صفحه. طب انا قعدتك فيهم كتير يعني، لذلك قعدنا وقت طويل. هو هقول لحضرتك، هو طبعا هو ده لازم يعرفها من الثقافه من بدري، ان الموضوع ما فيش واحد تقدر تسيبه طول السنه بيعمل كده وبعدين تيجي تقول له لا ده في انضباط، ما ينفعش. او تيجي تحاسبه. فده ده ده مهم جدا ان هو يبقى عارف يعني عقده والتزاماته. انا فاكر انني قال لي انا هاخد كام، قلت له مفيش رقم يا فلان. يعني يعني هاخد، تقعد تقول له ده هتعمل يعني هاخد كام، اقول له لا ما هو عملت كده هتاخد كده، ما عملت كده تقدرش تقول له كده، فانت مفيش ايه، هو تعرف الرقم ثابت يعني، مفيش رقم، ممكن تاخد الرقم ده وممكن تاخد ده. صحيح. فالفكره هي كلها، انا شايف انك انت لازم ترعى. يعني كان في مشروع سمعته ان احنا هنعمل 1000 محترف او كده، الكلام ده فعلا. لا الكلام له ده على مستوى انا عايز تخطيط وعايز اعمل حاجه. عندنا مشكله في المواهب يا باشمهندس؟ لا ما عندنا، مليئه في المواهب. وانا اقول لك المواهب خارج القاهره اكتر من اللي في الداخل، من جوه القاهره. يعني انا كنت ماشي في موضوع الرياضه ده، عملنا رياضه وانا محافظ في المدارس ان احنا نحول